نقول لك خاطر انا نهار كره يقضى في رمضان. ما تعاونش انت بالكوجينة؟ ايه كالسواق بل شقا الفطر ولا بعد شقا الفطر يقضى. انا من مطليفة نطلع شيء ندخل الكوجينة نتعلم يا اختي. فما عليه شكا باش نلقى راجل. خاصة الكسكسي بالعصبين. لما قالت لي لازمك تعلم طيب العصبين باش نهار اخر تستعمل العصبين. صح شريفتكم. يعطيك الصحة عايشة اختي. شو عاملين؟ والله أنا جو رمضان. حكينا على جو رمضان. والله جو رمضان كيما كل عائلة تونسية كلنا نتلمي ورمضان تعلم والكل سينو تكثر فيه تمخميخ والكل. والله جو رمضان ما عندي ما نقول لك خاطر انا نهار كره يقضى في رمضان. ما تعاونش انت في الكوجينه؟ ايه كالسواق بل شقا الفطر ولا بعد شقا الفطر يقضى. خلقك ربي باش ترقد انت. باش نرقد قرايه وزيد تطيب وزيد ياسر هكا واحد يرقد وانا صايمه من بعد يقيدوا لي صايمه وربحت اجر. انا من مطليفه نطلع شيء ندخل الكوجينه. حافقه ما شاء الله. هاو نتعلم يا اختي. تعلموا في التطيب. تعلم في التطيب فما عليش. فما عليش هكا باش نلقى راجل. باش يكلمك تقول واني غاسه في الكوجينه عاد. جا كل ما يكلمني يقول لي قلت له غاسه في الكوجينه معني. كهو والله تطيب. طيب وبرشا حاجات في رمضان؟ شنو تعرف طيب مثلا؟ كل شيء خاصه الكسكسي. بالعصبين. خاصه العصبين فيها ان. العصبين. اول حاجه هيك. خاصه العصبين. تعلمتك باش نطيب طيب العصبين انا ما قالت لازمك تعلم طيب العصبين باش نهار اخر تستعمل العصبين. وانت هذاك علاش وين يكلمك تقول له نطيب؟ اي برشا حاجات نطيب معناها كسكسي عصبين ماكلتنا التونسيه نتاع مخميخ. وباشا قنفطر شنو تعمل؟ باشا قنفطر كالعاده نحطوا الطاوله نتاع الحلو نتفرجوا مسلسلات تونسيه كالعاده جدد باش نلقاو ما نحكيو بعد السهريه. وكان فما خرجه كي مع اصحابي نخرج. هذه صاحبتك اللي ديما تخرج معاها في رمضان؟ انت ديما معاها معني في كل بلاصه نقرا مع بعضنا نقعد مع بعضنا. هي بس انا معاها انا ليه انا موجوده هي مش موجوده بس راي وراي ولا قدامي مع بعضنا ديما. في رمضان خاصه ما يتحلى الخرجه مع الاصحاب. معاها هي ديما معايا نقراو مع بعضنا كل شيء مع بعضنا. ديجا جينا اليوم الحضره فما الحضره في الكوليزي انا هوني نعملوا في دوره حتى تبدا الحضره. كاو تعملوا جو وتبدلوا جو ومن بعد تروح. نروح ونروح للدار من بعد ونحضروا للسحور. نحضروا عصبين للسحور. ليه العصبين في العشاء مش ديما عصبين ما ناكلوش ولا لا ناكل. العصبين عنده وقت يتيب فيه معناها. رد بك توكل صاحبتك العصبين برك. جا هذاك علاش انت قعدت صاحبتها الانتيم؟ ولا هذا اللي كيك 10 سنين. من اول ما عرفتها ضيفتها امها ضيفتني على الكسكسي بالحوت وانا ضيفتها على الكسكسي بالعصبين. كاو هي عملت لك في الحوت وانت في العصبين. لازم نرجع فاصلتي. شنو كلمة الختام نتاعكم؟ كلمة الختام ان شاء الله رمضان مبروك على التوانسة الكل وان شاء الله نتلميو في الخير. كيف ان شاء الله رمضانكم مبروك ونعد عليكم بالصحة والخير والعافية.